لايف لاين. الله بيقدم لك دعوة حتى تعمل عمل عظيم في هذا العالم. أهلك، مكنك، زرع فيك مواهب فريدة جداً ومميزة حتى تحقق رسالته اللي هو ائتمنك عليها. أنا اسمي فارس، تابع معي الحلقة حتى نشوف مع بعض إنه كيف نتغلب على أصوات الشك ونحقق الرؤية اللي الله وضعها في قلبنا. تقريباً في سنة 450 قبل الميلاد، الله أوكل رجل إنه يبني أسوار مدينة القدس المنهدمة والمحروقة، وأعطاه رؤية حتى يعمل هذا العمل العظيم اللي بيتطلب إيمان كبير جداً. كان هذا الرجل اسمه نحمي، وكان حاكم في بلاد الفرس اللي هي إيران حالياً. ولما الله طلب منه هذا الأمر، ترك كل شيء وصمم يلبي دعوة الله لحياته. ولما رجع القدس شاف الخراب، ابتدى بالعمل شوي شوي، والتزامه ومحبته وإخلاصه ألهم كل الشعب إنه يساعده في بناء الأسوار من جديد. وبطريقة معجزية تم بناء الأسوار تحت إشراف نحمية خلال 52 يوم بس. ولكن في نفس الوقت كان حوله أشخاص أعداء بيحاولوا على طول إنهم يسخروا منه ويحطموا أحلامه ويفشلوه. وخلال وقت البناء، ولما كان نحمية مشغول جداً، طلبوا أعداؤه إنهم يقابلوه. تخيل معي هاي الصورة، كيف إنه العدو دايماً بده يبعدك ويشتتك عن عمل الله في حياتك. نحمية كان عم ببني شيء عظيم، والعدو بيحاول يخربه ويهدمه. وهذا تحديداً اللي بيعمله العدو معك لما يشوفك عم بتتمم عمل الله دعاك عليه وأوكلك عليه. لكن نحمية نظر لتعييرات واستهزاءات الأعداء ورد عليهم الجواب التالي: إني عامل عملاً عظيماً فلا أقدر أن أنزل. تخيل معي لو كنت مركز على بناء علاقتك مع الله، كيف رح تجاوب العالم من حولك حتى ما يلهيك عن دعوة الله لحياتك والرؤية والحلم اللي رسمه قدامك؟ كيف رح تجاوب أصوات الفشل وانت عم تبذل مجهود في دراستك، في عملك، في شغلك، في علاقاتك؟ كيف رح تتجاوب مع العدو لما بيجي ويحاول يفشلك ويبعدك عن خطة الله لحياتك؟ هل رح ترد عليه بكل ثقة وتصميم: إني عامل عملاً عظيماً فلا أقدر أن أنزل؟ لو كان هاد جوابك، أنا بأكد لك إنه زواجك رح يكون بخير، لأنك عامل عمل عظيم ما بتقدر تنزل. حتى لو كان عندك بعض التحديات وبعض الصعوبات، رح تضلك تصلي حتى الله يبارك بيتك وعائلتك. مش رح أفشل ومش رح أتخلى عن وعود الله في حياتي، لأني عامل عملاً عظيماً ولا أقدر أن أنزل. مظبوط إنه حياتي مش رح تخلو من المصاعب والألم، لكني عامل عملاً عظيماً، مش رح أسمح لأعدائي إنهم يصرفوا انتباهي عن إلهي، عن تعزياته، عن بركاته في حياتي. تعال اليوم وردد وعود الله لحياتك. اعلم بكل إيمان إنه كل آلة صورة بدك لا تنجح. دائماً تذكر إنه كل ما ركزت على دعوة الله لحياتك، قررت إنك تعيش حياة روحية منتصرة، كل ما زادت من حولك أصوات الشك، أصوات المفشلات والمحاربات. لكن اليوم تعال وكون مثل نحمية اللي رد على كل التعييرات وأعلن انتماءه وولاءه لإلهه بس. اليوم بحب أشجعك إنك تتمسك بآية رائعة جداً من الكتاب المقدس اللي بتقول: قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك. كن على يقين اليوم إنه الله أحبك قبل الأزل، وإنه إلك مكان بمخططه ومشيئته اللي بيوصفها الكتاب المقدس بالصالحة والمرضية والكاملة. فمهما كان هناك أصوات سلبية من حولك، خلي قلبك، خلي عينك مرفوعة لفوق، ودايماً قول بكل إيمان: إني عامل عملاً عظيماً لأن إلهك عظيم ولا تقدر أن تنزل. في النهاية بحب أنه أشجعك تتمسك بالرؤية والحلم اللي الله زرعه في قلبك. ما تسمح لأصوات الشك أنها تدخل حياتك. ممكن دعوة الله ليك أنك تكون أب صالح، إنك تكون ممكن مهندس ناجح أو طبيب أو صاحب بزنس. مهما كانت دعوتك تكون، لكن اتأكد إنه كل شيء بتعمله يكون لمجد الله، يكون لامتداد ملكوته. لما تحط الله أولاً في حياتك، رح يغير كل حياتك للبركة وللخير وللنعمة. إلى اللقاء.
نشوفكم الأسبوع القادم.